التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، نبدأها بالعناوين. أكدت نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز أهمية اعتماد معامل بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ واعتماد منشآت التصدير من قبل الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن الأمر يتطلب جهدا كبيرا وتعاونا بين العديد من الجهات المعنية للوصول للاعتمادات الفنية المطلوبة بما يدعم الإنتاج المحلي للأسماك وتصديرها أيضا. الحقيقة اعتماد معامل بركة غليون هو حدث هام جدا، لأن النهاردة لما بتكون بتصدر لأي منتج في العالم لازم يكون شهادة الفحص تكون من معامل معتمدة طبقا للأيزو 17025. والحقيقة المعمل ده عشان يقوم وياخد الشهادة دي كان لازم يعمل إجراءات طويلة، إجراءات في إدارية وإجراءات فنية حتى يوصل بأن الاختبار ده اختبار نتيجته زي ما بيديها في هذا المعمل نفس النتيجة. لو خد نفس العينة في أي معمل عالمي معتمد هتكون نفس النتيجة، وهي دي المصداقية ما بين الدول. والنهاردة احنا الحقيقة يعني خد مننا شغل كبير بالتعاون مع العاملين في بركة غليون والمعاهد البحثية، المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجيني ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، لأنهم معامل معتمدة دوليا منذ 2005، فكان لهم دور كبير في عملية أن إحنا نساعد زملائنا في بركة غليون لأخذ الاعتماد الدولي للمواصفة الفنية 17025. كمان مش كده وبس، أنا عايزة أقول أن إحنا مش بس اعتمدنا المعامل، اعتمدنا منشأة التصدير، لأن النهاردة التصدير لأوروبا على سبيل المثال لازم يكون من مكان أو منشأة أو من صالة تكون معتمدة من الاتحاد الأوروبي، فتم اعتماد المنشأة من الاتحاد الأوروبي.